التقى سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل الدكتور عامر بن محمد الحجري المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات التي ستشكل جدول أعمال الاجتماع التاسع للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المزمع انعقاده بمملكة البحرين هذا العام. وخلال اللقاء أكد حميدان أهمية تبادل التجارب الناجحة في أسواق العمل الخليجية، وخاصة في مجال توظيف وتأهيل المواطنين وخلق الفرص الواعدة في مختلف القطاعات الإنتاجية. بدوره ثمن الحجيري الدعم الذي يتلقاه المكتب من حكومة مملكة البحرين، لافتا إلى أن هذا الدعم يعكس اهتمامه وحرص المملكة المستمر على دفع مسيرة مجلس التعاون وإنجاح العمل الخليجي المشترك.